السلام ورحمة الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها أوضاع النازحين الفارين من المواجهات الحاصلة في مديرية نهم ومحافظة الجوف. يبلغ إجمالي عدد النازحين من مديريات صنعاء حوالي 8000 أسرة استقر بهم المقام خلال الأعوام الماضية في مخيم الخانق شرقي المحافظة. كان النازحون في الخانق مستقرين إلى حد ما عبر ما تقدمه لهم بعض المنظمات من خدمات إغاثية أساسية كتوفير المياه والسلال الغذائية والتعليم والخدمات الصحية الإسعافية. ومع انفجار الوضع في جبهة نهم اضطر الناس للنزوح القسري هربا من الحرب، وضع مأساوي أسفرت عنه الحرب الممتدة بين نهم إلى مفرق الجوف ومجزر. 250 أسرة نزحوا من الخانق وقد كانوا نازحين إليها أصلا منذ وقت سابق، وفوقهم نزحوا نحو 2750 أسرة من باقي مناطق نهم وقرى مجزر ومفرق الجوف. جميعهم توزعوا في مخيمات بدائية جديدة في محافظة مارب، تحديدا في السويداء والميل والجفينة وجو النسيم وغيرهم. القائمون على الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين بمحافظة صنعاء ومعهم مسؤولو ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية وشركاؤهم وجدوا أنفسهم أمام كارثة حقيقية وتحدي كبير لاستيعاب هذا الكم من النازحين. ما الذي تم للتعامل مع حركة النزوح هذه وما الجهود المبذولة رسميا ومدنيا؟ نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة. سيكون معنا من مأرب عبر البث المباشر رئيس الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين في محافظة صنعاء عبد الواحد ردمان، ومن مأرب أيضا عبر الهاتف وكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري، وعبر الهاتف أيضا الناشط الحقوقي علي التام. إذن أبدأ مع الناشط الحقوقي علي التام، سينضم إلينا من محافظة مأرب. سيد علي مساء الخير. مساء النور أستاذ الكريم. إذن أهلا بك السيد علي التام رئيس منظمة حماية. نتحدث اليوم عن أوضاع النازحين الذين فروا من مخيمات كانوا قد نزحوا إليها أصلا في فترة سابقة في نهم وأيضا في مفرق الجوف. يعني هؤلاء النازحون اتجهوا صوب محافظة مأرب إلى مخيمات سابقة، ومنهم من أنشأوا أيضا مخيمات جديدة. يعني كيف تقيم الجهود المبذولة للتعامل مع كارثة النزوح الحاصلة؟ سيد علي هل تسمعني؟ نعم. إذن يبدو أن الاتصال بالسيد علي التام فقد، سيتم معاودة التواصل به لاحقا. وسنذهب الآن مشاهدينا لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة مأرب حول أوضاع النازحين في المخيمات التي أنشئت مؤخرا في مأرب وأيضا الذين انضموا إلى مخيمات سابقة. نشاهد سويا. النازحين هؤلاء عانوا من الحروبات ومن البرد، الآن قرب الحرب والقذائف تصل، لا هنا لا عندهم، وارتعبوا الجهال والذاوي يصيحوا والناشط المنظمات. أنت تشوف النازحين هؤلاء وتشوف إليهم باردين ويعانوا من البرد والحرب، حالتهم سيئة. ونسأل الله ثم المنظمات، هذا أنت تشوف هذا المخيم، مخيم الميل عبر الجبال مرينا ورجل، وحتى الأكل ما كانش معنا أكل، خرجنا بدون صبوح حتى من بيوتنا، يعني حاجة بسيطة، ولاقينا أنواع العذاب من التعب والمسافة طويلة مش بسيط، يعني بالكيلو هات. وكل ما حاولنا أن احنا نلقى بدو ولا شيء يغيثونا جينا وقد نزحهم، عادش الناس كلها الأرض فاضية. نحن في ائتلاف صنعاء في مواجهة هذا الضغط الذي تسببت فيه الأحداث الأخيرة، نواجه صعوبات كبيرة في إيواء واحتواء النازحين، لا سيما أن مخيما بأكمله كان يضم 1200 أسرة
غادروا المخيم ونزحوا باتجاه مأرب. الوضع الإنساني صعب جدا في حقهم، إلى اليوم لم يتم استكمال إيواء هذه الأسر كلها، إلى اليوم لم يتم إسعافهم بالسلال الغذائية، إلى اليوم لم يتم يعني نقول عمل حل مشكلتهم في التعليم. كان في المدرسة داخل هذا المخيم قرابة 600 طالب، اليوم لا يوجد مدرسة، الناس مشتتون في حارات وأحياء مأرب والمخيمات المحيطة بمأرب. أنشأنا لهم مخيم، وإن شاء الله يعني نحصل على دعم من الجهات والمنظمات الفاعلة. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع حول أوضاع النازحين الفارين من المواجهات الحاصلة في نهم ومحافظة الجوف. وأرحب هنا بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية، سينضم إلينا رئيس الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين في صنعاء سيد عبد الواحد ردمان. سيد عبد الواحد، مساء الخير. اهلا، مساء الخير. اهلا بك سيد عبد الواحد. سيد عبد الواحد، نتحدث اليوم عن مشكله ويعني قد تصل الى حد الكارثه، يعني هناك موجه نزوح كبيره لنازحين كانوا بالاساس هم نازحين في محافظه نهم في مخيم الخانق، واضطر بهم الوضع للنزوح صوب محافظه مأرب. منهم من استقر بمخيمات جديده، ومنهم من انضم إلى مخيمات أساسا هي تعاني في السابق. يعني كيف تجدون الوضع، خصوصا أن محافظة مأرب أيضا مع هذا الموسم تشهد تدني لدرجة الحرارة، وبالتالي أوضاع صعبة، يعني كيف تجدون طبيعة النزوح وما أسفرت عنه الحرب؟ نعم، شكرا جزيلا أخي الكريم. بداية أشكر قناة بلقيس على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام والحساس والذي يعتبر يعني أولوية في الجانب الإنساني في الوضع الراهن. في الحقيقة أخي، أريد في البداية أن أعدل تعديل بسيط على المقدمة التي ذكرتها أنت في موضوع عدد الأسر النازحة من مخيم الخانق. مخيم الخانق كان يضم أكثر من 1250 أسرة نازحة، نزحوا بالكامل، بالإضافة إلى 500 أسرة نزحوا من المناطق المختلفة حول المخيم وفي المديرية من مديريتنا وما حولها في مفرق الجوف. يعني نفهم أن العدد 1250 وليس 250 كما ذكر، يعني 1250. نعم نعم، هي 1200 بالفعل موجة كبيرة. 50 أسرة، هؤلاء 1250 أسرة الذين نزحوا من مخيم نازحين، يعني هؤلاء يعتبر النزوح الآن نزوح ثاني يعتبر بالنسبة لهم. كانوا في مخيم نازحين، كانوا يعانوا من يعني من الأوضاع التي في المخيم. على مدار 4 سنوات كان هناك من بداية الأحداث وبداية النزوح في هذا المخيم كان هناك تدخلات لا بأس بها من قبل العديد من شركاء العمل الإنساني من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. فجأة في ليلة وضحاها أصبحت هذه الأسر في العراء، أصبحت بلا مأوى، بلا خدمات، بلا أي مقومات للحياة. أخي الكريم، نحن عندما نتحدث عن ما يقرب من 1800 أسرة إجمالي الأسرة الذي نزحت من محافظة صنعاء جراء الأحداث الأخيرة، أو تحديدا من مديرية نهم ومخيم الخانق. بالنسبة لنا في الوحدة التنفيذية كان هناك لدينا فرق كبير جدا، أن هذا العدد الكبير يتم نزوحه في خلال يومين، يعني الأحداث قد تضطر عدد كبير من الأسر إلى النزوح ويتم معالجة الأوضاع والقيام بالتدخلات المطلوبة من جميع الجهات المعنية. عندما يكون النزوح على فترات متباعدة على أشهر أو على يعني على سنوات، لكن تخيل معي عندما يكون هذا الكم الهائل من الأسر في غضون يومين أو 3 أيام اضطروا للنزوح بشكل كامل من هذا المخيم. فعلا يا أخي، هذه كان كارثة. ما هي أحوالهم وأين استقر بهم المقام؟
نعم، كما ذكر المتحدثون قبلي معظم الأسر أو في يعني كل هذه الأسر تقريبا توجهت إلى محافظة مأرب، ومنهم أعداد بسيطة إلى نزحوا إلى محافظة الجوف. نحن بدورنا في الوحدة التنفيذية مجرد أن يعني تم البلاغ عن موجة النزوح الكبيرة بهذا الشكل، تم تشكيل غرفة عمليات إنسانية مشتركة بقرار من رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. تم تشكيل غرفة عمليات إنسانية تضم الوحدة التنفيذية في محافظات مأرب وصنعاء والجوف للوقوف على هذا الوضع الطارئ ومحاولة أو القيام بما يجب القيام به. من خلال غرفة العمليات الإنسانية بدأنا بتشكيل فريق مسح ميداني بالتعاون مع شركاء العمل الإنساني من المنظمات العاملة في المجال الإنساني، وبدأنا بتتبع حركة هؤلاء النازحين. النازحون توزعوا في مخيمات موجودة مسبقا في محافظة مأرب، مثل مخيم الميل ومخيم الجفينة بعض المخيمات الأخرى، بالإضافة إلى العدد الكبير الذي انتقلوا إلى أقاربهم وأصدقائهم النازحين أساسا في محافظة مأرب. فكان العبء مضاعف على النازحين وعلى هؤلاء الأسر الذي هي في الأساس أسر نازحة، فأصبحت أسر مستضيفة ونازحة في نفس الوقت. مباشرة تواصلنا مع الجهات المعنية. سأعود إليك وسنناقش جميع هذه النقاط سيد عبد الواحد، لكن أذهب الآن لضيفي السيد علي التام، عاد إلينا مؤخرا رئيس منظمة حماية. سيد علي، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك سيد الكريم. نعم، أهلا بك سيد علي. كنت قد سألتك يعني كيف تقيم الجهود المبذولة للتعامل مع كارثة النزوح على إثر المواجهات التي حدثت مؤخرا في نهم ومحافظة الجوف؟ هناك جهود مضاعفة وحديثة تبذلها سواء السلطات المحلية أو الوحدات التنفيذية المسؤولة في محافظة مأرب، والوحدة التنفيذية في محافظة مأرب وصنعاء. وقد عملت هذه الوحدات التنفيذية على تشبيك علاقات فيما بينها لمواجهة كارثة النزوح التي حصلت من يوم 18 يناير الشهر الماضي بسبب العمليات العسكرية التي تدور في تلك المنطقة والتي هي منطقة نام. لكن هذه الجهود الكارثة أكبر من الجهود التي في مواجهتها. لم يكن أحد يتوقع أن تكون كارثة النزوح أو مأساة النزوح بهذا الشكل وبهذا الكثافة الكبيرة. 1237 بحسب الإحصائيات وقد تزيد من مخيم الخانق لحاله، وهذا كان مخيم أنشئ وعد النازحين من محافظات صنعاء وما جاورها. والذي حصل انه نزوح النازحين، وتخيل نزوح النازحين يكون بكارثه، يعني غادروا من مخيمات او من مخيم نزوح حمل لم يحملوا معهم شيء ابدا، لا من خيم ولا من فروشات ولا من حتى ادواتهم او احتياجاتهم الخاصه. أضف إلى ذلك أن هناك حوالي 300 أسرة من مديرية مجزر منطقة الصفراء وما حولها، وهناك أكثر من 30 أسرة من منطقة البران ومنها وما حولها. هذه جميعها توجهت إلى محافظة مأرب وتفرقت كالفراش المفتوت. لم يكن هناك لدى السلطات عقار تمنحه للوحدة التنفيذية على أساس أنهم يقيموا عليه مخيم لهؤلاء النازحين، وبالتالي كانت هذه المشكلة الرئيسية الأولى. على أساس أن هناك بدأت تتحدث بعض المنظمات عن أن ممكن أن تتدخل أو في هذا الجانب في إيجاد، كان العقار كان هو الأساس، يعني كيف تقدم ماوى ولم يكن لديك العقار الذي تضع عليه هذه المخيمات أو هذا الماوى. النازحون يحتاجون إلى تدخلات طارئة وعاجلة فيما يخص الماوى وفيما يخص الغذاء وفيما يخص التطيب لبعض الحالات، خصوصا والفصل بارد ولديهم الأطفال الذين يتعرضون لالتهابات بسبب البرد والإسهالات وإلى آخره. السلطات تجد نفسها محرجة في هذا المجال، خصوصا وفي مدينة مأرب التي توجه إليها أغلب النازحون.
فيها 34 مخيم ولم تستطع، يعني هي ليست بحاجة إلى مخيمات أكثر من العدد الموجود ولم تتسع أكثر من العدد الموجود. العقارات لدى السلطات المحلية في محافظة مأرب لا يوجد، وبالتالي اضطرت السلطات المحلية إلى أن تمد يعني طلبها إلى يعني وجهات وشخصيات في محافظة في مديريات مأرب مثل مديرية مدخل وغيرها وفي مديرية الوادي إلى أن يتبرعوا بعقارات، ولكن هذا لا يعفيها عن مسؤوليتها. هي مسؤولة أن توفر عقار، أن تشتري عقار، أن تستأجر عقار من أجل أن يتم إقامة مخيمات طارئة وعاجلة لمثل هؤلاء النازحين، الذي حسب ما قلت لك لم يكن أحد يتوقع أنه مثل هذا العدد ممكن أن يكون. كان المتوقع هو يعني نزول مشكلات بحسب الكوارث الطبيعية أو كوارث الرياح أو كوارث الحريق تنشب في المخيم الذي قد موجودة، لكن أن يكون هناك مخيمات بالعشرات بل بالمئات كبيرة موجودة وتم تأسيسها منذ العام 2015 ومن ثم يحصل لها تهجير كسري وتغادر وتنزح من مجرات الزهاء، هذه كانت يعني مشكلة كبيرة جدا أكبر جميل. من جهود طيب ابقى معي سيد علي. الوحدة التنفيذية في محافظة بالمأرب وحتى من منظمات المجتمع المدني. ابقى معي سيد علي، هناك تساؤلات يجب أن أنقلها في البداية للسيد. ابقى معي، هناك تساؤلات يجب أن أنقلها بالبداية للسيد عبد الواحد ردمان رئيس الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين في صنعاء. سيد عبد الواحد، يعني لو تحدثنا عن المخيمات، من الجهة المعنية أولا في تأسيس أي مخيم يتم إنشاؤه؟ هل العمل ارتجالي من قبل المواطنين أم أن الأمر يقع على عاتقكم في الوحدة التنفيذية مثلا أو ائتلاف الإغاثة أو السلطة المحلية؟ من المعني في إنشاء المخيمات؟ نعم أخي الكريم، المسؤولية في هذه الحالة هي مسؤولية مشتركة. نحن في الوحدة التنفيذية معنيون بإدارة وترتيب وتنسيق المخيمات التي يتم إنشاؤها بالتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظة ومع مختلف طيب الجهات يعني المعنية. ألم تستشعروا أي مخاوف؟ لكن كما ذكر ضيفك الكريم، مخيم الخانق، مخيم الخانق الذي يعني يعد بمناطق قريبة من المواجهات، يعني على أي أساس تم إنشاء المخيم هناك؟ وبالتالي يعني الأمر خاضع لأي لحظة طارئة ممكن أن تصل المواجهات إلى تلك المناطق ويتعرض النازحون الذين يقيمون في هذه المخيمات إلى ضرر كبير، يعني كما حدث مؤخرا. وأيضا بالمقابل أيضا لا توجد أي احتياطات لمقابلة أي موجة نزوح كما حدث مؤخرا. يعني طبعا يا أخي، بالنسبة للمخيم الخانق هو أنشئ قبل 4 سنوات، وبداية المخيم كان تجمع تلقائي من المواطنين أنفسهم، لم يتم إنشاء الأرض المخيم أو التخطيط لإنشائها لتكون مخيم للنازحين، ولكن هو بعيد في الحقيقة من مواقع الاشتباكات، واضطر النازحون من أبناء المديرية والمحافظات المجاورة في المديريات المجاورة في محافظة مأرب إلى النزوح إلى هذا المكان، لأنه عبارة عن وادي بعيد عن مناطق الاشتباكات ويوجد فيه يعني الماء موجود فيه، وهذا كان المقوم الأساسي الذي جعل الناس ينتقلون إليه. نحن عندما انتقل الناس إلى هذا المخيم وتزايدت الأعداد، بدأنا بالتواصل والتنسيق مع المنظمات المختلفة للتدخلات الإنسانية القائمة لمخيم موجود أصلاً. أعرج على ما ذكرت سابقا أخي الكريم، بالنسبة للمخيمات الجديدة الذي في محافظة مأرب، كما ذكر ضيفك الدكتور علي التام وكما أخبرته كما تكلمت سابقا، نحن تواصلنا مع كل الجهات المعنية لإيجاد أرض يتم إنشاء مخيم عليها لإحتواء هؤلاء النازحين الجدد الذين تفرقوا في العراء، وكانت الجهود مشتركة بيننا في الوحدة التنفيذية والسلطة المحلية في محافظة مأرب والسلطة المحلية أيضا في محافظة صنعاء، والأهالي الذي يعني أهل المنطقة أصحاب المنطقة الذي يتواجد فيها هذا المخيم السويداء، تم تحديد هذه المنطقة بالتنسيق مع هذه الجهات.
وتهيئتها وتجهيزها لتكون مأوى لهؤلاء النازحين. وهو طيب ما الذي قدم لهؤلاء النازحين سواء يعني الذين استحدثوا مناطق جديدة أو الذين نزحوا إلى مخيمات سابقة ووصلوا والحال يعني ليس بذلك الحال اليسير، وإنما كما يقال بالعامية ارحبوا على الحاصل. يعني ما الذي قدم لهؤلاء النازحين سواء بالمخيمات القديمة أو الذين استحدثوها مجددا، ما الذي قدمته حتى الآن؟ نحن تواصلنا مع جميع الشركاء في العمل الإنساني، جميع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وكما قلت سابقا بدأنا بالمسح بنزول الفرق الميدانية للمسح الميداني ليتم بعدها التدخل السريع من قبل يعني بعض المنظمات وخصوصا منظمة الهجرة الدولية لتقديم الاستجابة السريعة، عبارة عن مبلغ مالي وحقيبة إيوائية سريعة لكل من يتم مسح من النازحين الجدد في مختلف المناطق سواء في المخيمات او في العراء او في المناطق الاخرى. هذا كان في يعني اول تدخل تم، وهو تقديم الحقيبة الإسعافية والتدخل الاستجابة العاجلة والسريعة عبارة عن مبلغ نقدي وحقيبة إيوائية. هذا تم فعلا أم أنه ما زال قيد التنفيذ؟ تم ترتيب لا زال قيد التنفيذ. الآن هل هناك فترة زمنية محددة يعني كي يطمئن الناس ويعرفون متى سيأتيهم الفرج يجدون الخير؟ يعني أنت تتحدث الآن عن أنه هناك تنسيق، لكن هل هناك فترة زمنية محددة؟ الناس يعانون في العراء. نعم فعلا، حتى الآن وصلنا إلى ما يقرب 50% من الـ يعني الذي تم التدخل بالنسبة لهم في بالمساعدات العاجلة. وكنا على تنسيق ولقاء يوم أمس ويوم غدا أيضا معنا لقاء آخر لتنسيق عملية الإسراع في عملية التدخل السريع لتغطية جميع الأسر النازحة. هذا فيما يخص التدخل العاجل أو الحقيبة الإيوائية العاجلة السريعة. أيضا التواصل والتنسيق تم مع مختلف المنظمات، وتم تقديم بعض التدخلات التي قامت بها سواء المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية أو المنظمات المحلية والإقليمية وغيرها. تم تقديم يعني عدد من التدخلات في مجال المياه والإصحاح البيئي، في مجال يعني تم توفير بعض الحمامات والصرف الصحي، تم توزيع عدد لا بأس به من السلال الغذائية للنازحين الجدد. نحن حرصنا أن ننسق بين جميع المنظمات العاملة في المجال الإنساني، ووحدنا الجهود ونسقنا التدخلات حتى لا يكون هناك تعارض أو ازدواج أو تداخل بين عمل المنظمات، وحصرنا التدخلات الجاهزة من كل المنظمات في شتى المجالات، ويتم حاليا توجيهها حسب الاحتياج سواء في المخيمات الجديدة أو في المناطق الأخرى. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الواحد، أذهب لضيفي رئيس منظمة حماية سيد علي التام. سيد علي، يعني أنتم كمنظمات محلية، يعني ما هي أو ما هو حجم الشراكة والتنسيق بينكم لمواجهة حركة النزوح المستمرة إلى محافظة مأرب؟ هناك يعني علاقة مشتركة، وهناك أيضا مهمة مشتركة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية وبين الوحدة التنفيذية، سواء الوحدة التنفيذية في محافظة مأرب أو الوحدة التنفيذية في محافظة صنعاء، اللتان عقدتا اجتماع في اليوم 28/1 من شهر يناير الماضي، ودعت فيه كل المنظمات التي لديها تدخلات للنازحين ووجهت إليهم نداء. طبعا نحن منظمات محلية ودولية، حضرنا منظمات محلية وحضرت أيضا منظمات دولية في هذا اللقاء، ووجه لهم نداء استغاثة عاجل ليمدوا يد العون والمساعدة للنزوح، وطرحت أمامهم المشكلة وطرحوا في صورة الأمر الواقع. نحن كمنظمات مجتمع محلي نعمل يعني بصفة المراقب لأداء المنظمات الدولية ومدى يعني تدخلاتها وقياس أثر تدخلاتها، ونعمل على تعزيز نظم الإحالة.
اي حاله هذه الحالات سواء حالات النزوح او الحالات الطارئه الذين هم ضحايا الحرب من المدنيين الى الجهات يعني العلم الى الجهات المانحه والجهات التي تعمل على التدخلات في حالتهم. لكن ما حصل من موجة النزوح يعني كارثة تسميها كارثة بالمعنى النزوح الأخيرة هذه هي كانت لم تكن متوقعة أبدا وليست في الحسبان وليست ولم يكن هناك حتى لما هو أقل من هذا يعني احتمالية لمواجهة مثل هذا الطارئ. وبالتالي أنا أقول لك أن يعني دعني أخرج عن إجابة السؤال أقول أن الذي قدم في هذا الموضوع الذي قدم للنازحين يعني بدرجة أساسية وكبيرة هم الأهالي هم المجتمع المقيم في مارب وقدموا أكبر شيء لديهم وهي العجلات وتم تنفيذها في سواء في النيل سواء في السويداء سواء في حكيت في منطقة الوادي سواء حتى في مدخل وكان في مدخل لدينا اعتراف مديرية مدخل لا زالت في خط يعني قريب من خطوط المواجهه ونحن اعترضنا كمنظمه مثل المدني ان ينشا مخيم جديد حتى لا يكون مثل مخيم وفان ولكن هي ضروره. المعني يا اخي الكريم المعني بالتدخل الطارئ واداره مخيمات هي المنظمه الاتحاد الدوليه والذي مكتبها موجود في مهد هي المعنيه عموميا باداره هذه المخيمات حيث هي مسؤول كتله حماية المخيمات وإدارة المخيمات أممية في جميع بقاع العالم لأن هناك ما يسمى بكثرة الحماية الأممية وهذه مسؤولية تم الحقوق البوغي تم التابع للأمم المتحدة وتندرج تحتها كتل زرعية من هذه الكتل الزرعية كتلة إدارة مخيمات النازحين المسؤول عنها منظمة الهجرة الدولية الـ IOM هذه الـ IOM حتى الآن لم تعمل أبدا على تدريب ولو مرة واحدة للمسؤولين في الوحدات التنفيذية الموجودين الذين يعتبرون الأطر الإدارية والفنية المنسقين للتدخلات المنظمات والمشرفين على تدخلات المنظمات والذين يقوموا بإعداد البيانات والذين يقوموا بعمل وحدات ترصد للنازحين الراكبين من كل مكان حيث ما زالت يعني خير موجة النزوح التي حصلت بسبب الماضية هناك تدفق يعني بشكل يومي ومستمر تدفق للنزوح الى محافظتنا من المحافظات الاخرى من تسع محافظات. نعم سيد علي لو يعني لو تتحرك قليلا الى منطقه يعني تكون فيها الشبكه بوضع افضل مما هي عليه يعني لا اسمعك بشكل جيد ولكن ساتساءل هنا ايضا سؤال فيما يتعلق انت تحدث منذ قليل بان دوركم انتم كمنظمات محليه رقيب فقط على عمل المنظمات الدوليه يعني نفهم انكم لستم شركاء محليين لهذه المنظمات وبالتالي دوركم فقط يقتصر على الرقابه. هذه المنظمات الدولية لم تشكل أحد من منظمة الهجرة الدولية، الهجرة الدولية تعمل على تدخلاتنا مباشرة وهذا طبعا خلافا يعني للمواثيق وخلافا لأدبياتها هي بالأساس أن تكون أن تنفذ مشاريعها عن طريق شركاء محليين، لكن الشركاء المحليين أقصوا من تدخلات المنظمات الدولية ومنها منظمة الهجرة وأحداث لا حدود وغيرها والسلطات المحليه هنا اقلت دورها بالكامل وان تضغط على مثل هذه المنظمات ان يكون لها شركاء محليين واكتفت بان تقوم بدور يعني بتامين مثل هذه المنظمات وتوفير لها السكن وتوفير لها الامن والحمايه والى اخره وبالتالي وجود مركز انساني في محافظه مارب يعمل على شركاء المنظمات المحليه في يعني تقديم والتدخلات سواء للنازحين ولا للمجتمع المغربي بشكل عام مهم جدا والذي يعمل على عرقله من هذا المركز الانساني في محافظه مارب هي منظمه الهجره الدوليه لان احنا انا وجدت منظمه وحيده واريد ان استعرض على محافظه مارب ولا اريد اي منظمه اخرى هكذا كانت المنظمه الدوليه. نعم اذا وضحت الصوره يعني وفقط يعني هناك رداءة كبيرة في الصوت لا أسمعك بشكل جيد سيد علي إنما وضحت فكرتك وقد أوضحت الكثير منذ البداية أشكرك جزيل الشكر سيد علي التام رئيس منظمة حماية كنت معنا
من محافظة مأرب. وأعود لضيفي السيد عبد الواحد. سيد عبد الواحد، يعني قد يتساءل أحدهم بأنه يعني لو ائتلاف الإغاثة على الوحدة التنفيذية ومركز الملك سلمان وكل هذه المسميات، يعني هناك إجراءات روتينية متعبة للمنظمات الدولية حتى يعني تقدم العون للناس، يعني الناس في حالة استثنائية، وعندما يأتي دور المنظمات يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى متابعة طويلة. يعني هل عجز مركز الملك سلمان وائتلاف الإغاثة والوحدة التنفيذية على إعانة ألفي أسرة يعني طرأ عليها وضع استثنائي بسبب الأحداث الأخيرة؟ أولاً يا أخي، بالنسبة لل يعني عدد الأسر النازحة، نحن نتكلم عن 4500 أسرة إجمالاً. عندما نقول 1800 أسرة نحن نتكلم عن النازحين من مديرية نهم ومخيم الخانق، لكن لا تنسى أن هناك يعني الأحداث الأخيرة وتجدد الصراع الأخير في مديرية نهم ومديرية مجزر أدى إلى نزوح أكثر من 4500 أسرة من المديريتين، من مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومديرية مجزر بمحافظة مأرب. هؤلاء الذين نزحوا إلى مديرية مدغل وإلى مدينة مأرب. فعلا الوضع بحاجة إلى تدخل عاجل وسريع، وهذا ما عملنا عليه. نحن بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية، كونها المنظمة المعنية والمكلفة بقيادة العمل الإنساني لمنظمات الأمم المتحدة وإدارة الكتل الفرعية للكتل الأممية، نحن على تواصل مستمر معهم، وشكلنا لجنة الطوارئ تعقد اجتماعات يومية لمتابعة التدخلات الجديدة والاطلاع على ما تم من تدخلات وما هي الخطط المستقبلية لليوم الذي يليه. فعلا نحن نستطيع أن نقول أن التدخلات رغم هذه الإجراءات لكنها ليست بالشكل الذي نطمح إليه إلى لحد الآن، لكن هناك يعني بعض المعوقات أو بعض الأسباب، من أهمها عدم استقرار النازحين. نحن حريصين من خلال فريق المسح الذي شكلناه بالتنسيق. طيب اللجنة العليا للإغاثة ما الذي وصلنا على حصر سيد عبد الواحد، ولو قاطعتك هنا، اللجنة العليا للإغاثة ومركز الملك سلمان الذين يعني يعتبروا طرف أساسي في الجانب الإغاثي والمرتبط بواقع الحرب والأزمة التي تشهدها البلاد، ما الذي قدمته اللجنة العليا وما الذي قدمه مركز الملك سلمان فيما يتعلق بالكارثة الأخيرة في محافظة مأرب؟ نعم، نحن منذ البداية وجهنا نداءات إنسانية سواء للمنظمات العاملة في المجال الإنساني أو للجهات المختصة في الحكومة، ومنها يعني رئاسة الوزراء واللجنة العليا للإغاثة والسلطات المحلية بمحافظة صنعاء ومأرب وكل الجهات المعنية، والجميع يعني التحرك، لكن بحركة لا تصل إلى المستوى المطلوب. لازلنا ننتظر. نحن وعبر رئاسة الوحدة التنفيذية وجهنا رسائل ونداءات إلى رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط للضغط على المنظمات الدولية بالإسراع بالتدخلات، ولازلنا ننتظر الاستجابة. بالنسبة لمركز الملك سلمان، هناك بعض يعني التدخلات التي قام بها، ويعني الحقيقة أن مركز الملك سلمان رغم أنه أن التدخلات التي قدمها إلى حد الآن ليست بالمستوى الذي كنا يعني نطمح إليه، لكنه كان من أول المبادرين باستضافة واستقبال النازحين منذ اليوم الأول. يعني نحن نستطيع أن نقول إلى حد الآن مركز الملك سلمان تدخل في السلال الغذائية، في توزيع الخيام تم توزيع ما يقرب من 200 خيمة تقريبا عبر مركز الملك سلمان، ولكننا لازلنا نتواصل وعبر لجنة الطوارئ بكل المنظمات، مركز الملك سلمان وغير من المنظمات، نطلعهم على ما تم وما هي التدخلات، وأن الوضع لا يرقى إلى حجم الكارثة وحجم المأساة واحتياج الناس، ونحاول أن نضغط يوميا بحيث أن تكون التدخلات أكبر ونسد أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الذي يعانيها النازحين في مختلف المواقع والتجمعات. جميل، إذن ابقى معي سيد عبد الواحد. أرحب الآن بضيفي وكيل محافظة مأرب السيد عبد الله الباكري. سيد عبد الله، مساء الخير.
مساء النور. اهلا بك سيد عبد الله. نتحدث اليوم عن اوضاع النازحين نتيجه المواجهات الاخيره في مديريه نهم وايضا في محافظه الجوف، ونتساءل عن اوضاع هؤلاء النازحين، يعني كيف هي اوضاعهم بنظركم انتم كسلطه محليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه انه هناك موجه نزوح كبيره جدا من مديريه نهم ومن الجوف، خصوصا بعد الاحداث الاخيره. ولكن هنا وصلوا الى المارب، محافظه مارب طبعا، محافظه واهل مارب محافظه مضيافه، وهم في ضيافه المحافظه والسلطه المحليه جابت بدورها طبعا بالتنسيق مع المنظمات، مع الوحده التنفيذيه سواء في محافظه مارب او محافظه صنعاء، وتم التنسيق مع محافظه الجوف، وتم استقبال اعداد كبيره منهم طبعا. تعرف مخيم الخالد والذي اتوا من الجوف طبعا، وتوزعوا معظمهم الان في مديريه المدينه مارب المدينه ومديريه مارب الوادي وفي مديريه مقبل. نعم، لكن سيد عبد الله يعني البعض يرى بعض المرات، لكن وان كانت نعم سيد عبد الله، البعض يرى بان دوركم انتم كسلطه محليه في محافظه مارب المنظمات الاغاثيه. نعم، اذا يعني البعض يرى بان دوركم او ما قدمته من اجل قضيه النازحين مؤخرا هو فقط المناشده، يعني هل تكتفي السلطه المحليه عند هذا الحد فيما يخص النازحين؟ لا، عدت لقاءات، عدت لقاءات مع المنظمات، منظمه الهجره، الاغاثه العالميه، المنظمات المحليه طبعا، تم تنفيذ بخصوص المقرات لهم في مديريه المدينه، في الوادي طبعا، تم تكليف الاخ مدير عام مديريه المدينه. فهناك تحددت لهم اماكن، وتم توزيعهم في بعض يعني في السكن في الجامعه وفي غيره من المحلات الجاهزه، وهناك خيام تصرف روائيه مؤقته، وطبعا في لقاءات مستمره مع منظمات الهجره الدوليه والاغاثه العالميه، وصرفت طبعا خيام غذائيه في الوقت الراهن. ففي هناك تدخلات، لكن ما هيش من المطلوب لانه في قصور. طيب هذا كل الامر قائم على التنسيق، هذا الامر كله قائم على التنسيق، يعني تدخل مباشر وتقديم عون مباشر من السلطه المحليه، هل حدث هذا؟ نعم، تم تكليف الاخ مدير عام المديريه مع المسؤولين المنظمات في المحافظه في اطار المحافظه مع الوحده التنفيذيه، وتم ترتيب بعض السكن، بعض البروا في بعض المناطق. انا عندك في الجامعه، انا عندك في مديريه المدينه، موجودين في تكليف فني، لكن طبعا هذه اعداد جاءت اعداد بحاجه الى هم بحاجه الى اشياء عاجله، لكن في البدايه دور السلطه المحليه هو ترتيب وضعهم في المحافظه في المديريات الثلاث. نعم، بالنسبه للحكومه و مديريه الوادي، اللجنه العليا و مركز الملك سلمان، هل تلقيتم منهم شيء مباشر حتى الان؟ الان اقتصر الدور على السلال الغذائيه، نعم صرفت السلال الغذائيه من البيع العالمي للغذاء والهجره الدوليه ومن ملك سلمان طبعا. طبعا انت تعرف ان هذه موجه نزوح كبيره وبحاجه نعم. الى دعم كبير وتوفير نعم. خدمات افضل وبحاجه الى وقت. إذا هناك يعني بعض من حديثك سمع سيادة الوكيل، بعض من حديثك سمع، ولكن يعني هناك فكرة وصلت من خلال الحديث، ولكن هناك رداءة في الصوت. أعتذر منك وأشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في هذه الحلقة السيد عبد الله الباكري وكيل محافظة مأرب. وسينضم إلينا الآن أحد المواطنين السيد قائد معصار أحد النازحين والذين يعني انتقلوا إثر موجة النزوح الأخيرة إلى مخيمات أخرى. سيد قائد مساء الخير. أحد النازحين والذين يعني انتقلوا إثر
سيد قائد، بالأول يعني أخفض صوت التلفزيون لأنه لن تستطيع سماعي بهذه الطريقة. أهلا وسهلا، بك الله بالخير والعافية. حياك الله، أخفض صوت التلفزيون بالأول. أهلا وسهلا بك أخي، الله يمسيك بالخير والعافية. الله يسلمك، تسمعني الآن تمام؟ أسمعك الآن جيداً. حياك الله، الآن يعني لو تصف لنا وضعكم أنتم كنازحين في محافظة مأرب إثر المواجهات الأخيرة التي حدثت في نهم ومحافظة الجوف، ما هي أوضاعكم؟ والله يا أخي العزيز، لا أحدك الآن بالنسبة للنازحين، أنا من هذا المنبر اللي أنتوا الآن فيه أناشد السلطة المحلية مع المنظمات الدولية التدخل السريع لحق النازحين. الآن لحد الآن النازحين لم يصلهم إلا من يعني أشياء بسيطة جدا، ربما تتحدث فول ودبات يعني أمام هذا الأشياء، يعني الناس في العراء ولا زالوا في العراء ومحتاجين، لكن لا حياة لمن بنادي مناشد بالسلطة المحلية وغيرها لا يتدخلوا لحد فلان، لا تجي دباتنا تتحدث فول وغيرها. طيب ما هي احتياجاتكم؟ يعني ما الذي ينقصكم حاليا؟ والله يا أخي الناس بالحقيقة في العراء، الناس في العراء ما يوجد لهم شيء، يعني الناس يحتاجوا إلى مأوى من ضمن الخيام والبطانيات والفرشات، يحتاجوا مأوى بشكل عام، لكن لحد الآن لم يتدخل لا تلعب. يعني كل هذا لا زال مفقود حتى الآن، ولا يتواجد لديكم لا خيام ولا بطانيات ولا يعني مواد غذائية؟ لحد الآن المواد الغذائية من 7 حبات طول هذا اللي يوصل للنازحين. هذه يوميا ام كل فتره؟ الو، يعني متى تصلكم هذه المساعدات الغذائيه؟ اسبوعيا ام شهريا ام يوميا؟ متى تصل يا اخي؟ هذا وصلت مره فقط، وصلت مره ايضا لجله من النازحين، لجله يعني ما يتجاوز 30 الأسرة، بينما النازحين اللي خرجوا من الأماكن هذه يعني في 1700 أسرة، ولا حد الآن لم يصلهم شيء في مدينة مدغل وفي مدينة مدغل وفي محافظة مأرب. نعم، يعني أنتم إلى الآن الذي تحتاجون إليه بدرجة رئيسية هو المأوى والخيام ويعني وما شابه. أيوه نعم أستاذ العزيز. نعم، إذا وضحت الفكرة، أشكرك سيد قائد معصار أحد النازحين في محافظة مأرب، وأعود هنا لضيفي عبر الأقمار الصناعية سيد عبد الواحد. سيد عبد الواحد، يعني لعلك استمعت إلى حديث الرجل مؤخرا بأنه يعني هناك سلال غذائية تصل بين حين وآخر، ولكن ما زالت الأزمة والمشكلة الحقيقية تتعلق بالمأوى و البطانيات وهذه الأشياء. نعم أخي، سمعت ضيفك الكريم، وأنا في الحقيقة يعني أعذره، لأن يعني يعني الوضع الإنساني الذي يعانيه النازحين صعب، لكن لل يعني الحقيقة أن الوضع ليس بالسوء الذي ذكره الأخ، يعني هناك تدخلات تتم، لكن كما قلنا سابقا أنها ليست بالقدر الكافي. يعني يوم أمس كان هناك دشنا 10,000 سلة غذائية مقدمة من الصليب الأحمر عبر الهلال الأحمر اليمني. هناك منظمات تقوم حاليا بالتدخل في مخيمات النازحين في أكثر من مخيم بتوزيع الخبز وتوزيع السلال الغذائية، بتوزيع المياه. الآن منظمة الهجرة الدولية بدأت في ترتيب وتخطيط المخيمات وإنشاء الحمامات والصرف الصحي. يعني متأكدين سيد عبد الواحد بأنكم يعني مغطين كافة المناطق، يعني كل المناطق تم تغطيتها، بالتالي لا يوجد مبرر للأخ بالحديث أنه هناك نقص وهناك مواد كافية؟ لا 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 لا، لم أقول هكذا، وعذرته مقدما لأنني أعرف المعاناة الذي يعانيها الناس.
أنا أعدد لك التدخلات القائمة الموجودة حالياً التي بدأت المنظمات تقوم بالتدخل بها، لكن هذه التدخلات أنا قلتها أكثر من مرة أنها يعني ليست بالحد المطلوب أو التي تغطي احتياجات النازحين بشكل كامل. ولذلك نحن كما ذكرت سابقا نقوم بالتنسيق والتواصل يوميا مع مختلف المنظمات التي لديها تدخلات بتكثيف التدخل للوصول الى سد اكبر قدر ممكن من الاحتياجات. طيب سيد عبد الواحد باختصار هنا فقط دهمنا الوقت ولكن باختصار فيما يتعلق بخططكم القادمه لمواجهه هذا الوضع، ما الذي تعملون من اجله للايام القادمه باختصار شديد؟ طيب نعم، نحن بالتنسيق مع شركائنا حددنا الاحتياجات الإنسانية التي سنركز عليها في الفترة القادمة، وهي تتمثل في ثلاثة أشياء. أولاً مجال الإيواء وتوفير الخيام، والآن هناك سيتم تدخل قريب من منظمة الأجرة الدولية بعدد كبير من الخيام الإسعافية في حدود 2000 خيمة سيتم توزيعها قريباً إن شاء الله. أيضاً الجانب المياه والصرف الصحي، وهو الذي في يعني هناك بعض المنظمات اللي بدأت تتدخل. أيضاً عفواً أخي الكريم، فقط الاحتياج الأهم الآن في مجال الغذاء، برنامج الغذاء العالمي لا حد الآن نحن في تواصل مع برنامج الغذاء العالمي لاستكمال عملية التواصل أو استمرارية التواصل توزيع السلات الغذائية التي كانت للمخصصة لمخيم الخانق ولمديرية مجزر ومدغل، حيث أنها توقفت نتيجة الأحداث الأخيرة، ولا زلنا ننتظر منهم ردود لترتيب الوضع بناء على المعطيات الجديدة. إذن وضحت الصورة، وإن شاء الله سيتم من خلالها إذا ما استجابوا لنا سريعا تغطية نتمنى لكم التوفيق سيد عبد الواحد، كانت مغطاة سابقا ضمن برنامج الغذاء العالمي. نعم نتمنى لكم التوفيق، و يعني المسؤولية كبيرة على عاتقكم، و يعني كل الآمال فيكم، يعني نتمنى لكم كل التوفيق. وأشكرك جزيل الشكر سيد عبد الواحد ردمان رئيس الوحدة التنفيذية لإغاثة النازحين، وكنت معنا من عبر الأقمار الصناعية من محافظة مأرب. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.